كل بناية في مدينة تقص حكايتها الخاصة من خلال واجهتها المبنية من الزجاج والألمنيوم والفخار والحواجب الشمسية. هذه تشكل البعض فقط من المواد الكثيرة التي يستخدمها مهندسو العمارة لتحقيق معالم تاريخية للمستقبل. أركيتكتش الألمنيوم تتعاون مع شركات متخصصة لإنتاج أهم عناصر البناء وتوريدها التي هي الواجهة الخارجية. أركيتكتش الألمنيوم هي من الشركات الرائدة أوروبياً في إنتاج منظومات الألمنيوم التي يتم تسليبها بالزجاج أو بمواد أخرى لشركة خبرة 35 سنة في هذا المجال. في دبلن إيرلندا يقع مقر الشركة المتخصصة لتلبية احتياجات أركيتكتش الألمنيوم، وهنا تشغل الشركة ما يزيد عن 200 موظف. توفر الشركة لزبائنها خدمات من لدن محترفين متمرسين في تنفيذ المشاريع انطلاقا من التخطيط ولغاية الإنجاز التام، وهذا في كل مرحلة من المشروع. النتيجة هي تلبيسات زجاجية خاصة وحلول تلبيس للواجهات الخارجية من عناصر مكونة من الزجاج والألمنيوم والفولاذ والحجر والسيراميك وعناصر الواجهات من المعادن المطفية. توفر التشكيلة الكبيرة من منظومات الواجهات المطورة بصورة فردية مرونة كبيرة في إنشاءات الواجهات، وبذلك يكتسب المبنى طابعه الخاص. وقد نفذت الشركة العديد من المباني المثيرة للدهشة، ومن بينها جورج كوي بلازا، الأبراج السبعة المتوجة بالأهرامات الفولاذية جاذبة للأنظار في المشهد المعماري للمدينة، إيست بوينت بيزنس بارك 32 مجمع مكاتب مصممة بصورة فردية، مبنى إندبندنت نيوز بيبرز ذو الواجهة الزجاجية المائلة، مبنى هيوليت باكرت بواجهته البالغة مساحتها 50,000 متر مربع، مبنى جورج كورت بتصميم واجهته المكونة من عدة طبقات، مبنى ذا أوفل في الحي الدبلوماسي بدبلن، مبنى توأم بواق شمسي من فخار التيراكوتا، أول رصيف دي في مطار دبلن مع جسور المشاة. أركيتكتش الألمنيوم تبقى تحت تصرف الزبون بدءا من إبرام العقد، فهي تقدم الاستشارة بخصوص مسائل التصميم والتكنولوجيا والتكاليف، فذلك وحده كفيل بضمان فهمنا الصحيح لتصورات زبائننا ومن ثم تطبيقها في المشروع. قوة شركتنا تكمن في الذخر الوافر من الخبرة لكل قسم بدءا من التصميم مرورا بالتكنولوجيا وانتهاءا بالإدارة. فريق أركيتكتش الألمنيوم يرافق الزبون ويدعمه طيلة مدة المشروع، أي خلال التخطيط، التصميم، الإنتاج، التركيب. بفضل خبرة الشركة من سنوات طوال، فإن أركيتكتش الألمنيوم قادرة على تطبيق أعلى المقاييس في مراقبة الجودة. أركيتكتش الألمنيوم هي الشركة الرائدة دولياً، والدليل إن كان الأمر يتعلق بالواجهات الخارجية.